بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سنرى في هذا الفيديو إن شاء الله كيفية استعمال برنامج مايكروسوفت أوتلوك. هذا البرنامج الخاص بإرسال وتلقي البريد الإلكتروني لزيميل، وهو برنامج جد فعال خاصة بالنسبة للشركات الكبرى والمتوسطة، بحيث يعني يقوم بأعمال جد رائعة في إرسال وتلقي البريد الإلكتروني، وكذلك برمجة المحاضرات وال يعني لي ريونيو لي رونديفو دي تاش يعني سي سويت. إذا في البداية سنرى كيفية أو التعرف على الواجهة يعني الانترفاس دو مايكروسوفت أوتلوك. بعد ذلك سنرى بعض العناصر الأساسية يعني لي تاش اللي مهمين في مايكروسوفت أوتلوك. إذا بالنسبة لمايكروسوفت أوتلوك كما نرى في هذه الواجهة، عندي هنا هذه الواجهة الخاصة بالدوسي، إذا فافوري هو البريد الإلكتروني لمايل csndis@gmail.com، والبريد الثالث في هذا الدوسي توجد مجموعة من سودوسي. إذا بالنسبة لكل بريد يكون من تحت هذا البريد الإلكتروني مجموعة من الملفات أو لدوسي. ممتاز. عند الضغط على أي ملف من هذه الملفات تظهر لي هنا في الجانب محتويات هذا الملف، مثلا بوت دو ريسبسيون، هنا جميع الزيميل غوسو. بالنسبة للجيميل إذا ضغطت على الجيميل سيظهر لي هنا، إذا جيميل دوسي يحتوي على دي سو دوسي. إذا مثلا بخويو هنا لاحظوا معي مجموعة من البريد الذي تلقيته. إذا هذه هي الدوسي. هنا بالنسبة لتيب دافيشاج، إذا أردت تغيير تيب دافيشاج من مود ليكتور، إذا هذا المود ليكتور فقط من أجل يعني قراءة البريد الإلكتروني، وهنا في المود نورمال. إذا ضغطت على هذا البريد مثلا بواد ريسبسيون، لاحظوا معي يظهر لي هنا البريد الذي تلقيته. في الجانب الآخر هنا على اليمين يظهر لي محتوى هذا البريد، يعني لو كونتوني دو سو ميساج. تري بيان. في الأسفل هنا توجد بعض الأيقونات، إذا في البداية هنا كوريي كالوندريي كونتاكت. كوريي هو مجموع البريد الذي تلقيته، كالوندريي يعطيني هنا التقويم أو الكالوندريي من أجل برمجة دي ريونيو، إذا نوفيل ريونيو نوفيل رونديفو وانسي دو سويت. كونتاكت هنا يسمح لي بإدخال يعني لي كونتاكت الخاصين بالأوتلوك لي زيمايل. إذا هات لي كونتاكت يمكن تغيير طريقة العرض الخاصة بهم، مثلا كارت فيزيت كارت باغ اكزومبل يانسي دو سويت. إذا هنا مجموعة من أنواع الإظهار أو لافيشاج. ممتاز. في الأعلى توجد عندي هنا لزونغلي، وفي الأسفل هنا لي أو لو روبون الذي يحتوي على لزوتي الخاصين بكل يعني أي شيء ضغطت عليه، مثلا الكالندريي يتم تغيير الغيبو على حسب هذا الكالندريي. إذا الآن تم تغييره كما نشاهد من أجل إظهار مثلا أسبوع فقط أو الشهر أو سمين أو ما إلى ذلك. ممتاز. إذا تقريبا هذه هي واجهة البرنامج. إذا بقي الآن سنتعرف على بعض الخصائص الخاصة بهذا البرنامج. الخاصية الأولى وهي مثلا كريي دي دوسيي. إذا عندما أريد مثلا تلقي بعض البريد الإلكتروني خاص بشركة محددة وأريد أن أجعل كل البريد الذي توصلت به من تلك الشركة في دوسي محدد، إذا أضغط هنا ثم أضغط بالزر الأيمن بوتون دغوا دو لا سوري، ثم أختار نوفو دوسي وأسمي الاسم الذي أريد، مثلا لينكدين
Ou, par exemple, qualité pro. إذن لاحظوا معي الآن هنا يظهر هذا الدوسي الخاص بهذه الشركة. إذن إذا ضغطت على هذا الدوسي يمكن يعني وضعه هنا في الفافوري. إذن أضغط عليه وأسحبه إلى الأعلى. إذن هنا نشاهد يعني هذا الدوسي تم وضعه هنا في فافوري. ممتاز. إذن إذا أردت التخلص من هذا الدوسي فأضغط عليه ببطن دغوة. يمكن مثلا الضغط على رونومي دوسي لتغيير الاسم. يمكن كذلك الضغط على سوبريمي دوسي من اجل التخلص من هذا الدوسي. ممتاز. اذا هذه هي النقطة الاولى. النقطة الثانية هي كيفية رؤية البريد الالكتروني والاجابة عليه يعني بطريقة عادية. اذا اذهب مباشرة الى مثلا بواط دو ريسبسيون. لاحظوا معي يظهر لي هنا مجموعة من يعني لي زيمايل غوسو. أضغط على أي إيميل. لاحظوا معي فيظهر لي هنا محتوى هذا البريد الإلكتروني. إذا يمكنني قراءة هذا البريد الإلكتروني كما يمكنني سماع محتوى هذا البريد الإلكتروني وذلك بالضغط على هذه الأيقونة أو ليكتور أ فوا أوت. Yassine Cher. Votre profil est sous son meilleur jour. Votre travail et vos réalisations ne passent pas inaperçus. 1. Vue du profil. 1. Vue de personnes au sein de McDonald's et d'IS39S. Voir qui regarde. Cet email est destiné à Yassine Cher et Salam chez Cora Informatique. إذن هذا يعني طريقة قراءة محتوى هذا يعني البريد. يمكن تغيير بعض المعلومات أو بعض الخصائص الخاصة بالقراءة بالضغط على هذا البارامتر. إذن هنا يمكن تغيير الصوت ويمكن تغيير سرعة القراءة يعني بسرعة أم بطريقة يعني بطيئة. كذلك هنا إذن بعد الضغط على هذا الإيميل لاحظوا معي مكتوب باللون الأزرق. يمكن الضغط عليه والضغط على ماركي كوم لو يعني تمت قراءته. الآن يعني يظهر بهذا اللون الأسود. كذلك يمكن الضغط بالزر الأيمن بوتون غوش ثم الضغط على ماركي كوم نون لو إذن حتى يعني يظهر بهذا اللون لتتم قراءته فيما بعد. très bien. إذا أردت الإجابة عن هذا الإيميل أضغط مباشرة. لاحظوا معي عند الضغط على هذا الإيميل تظهر لي هذا لي بوتون. إذا ريبوند à tout transférer وكذلك هذا الثلاث نقاط كريونيون ريبوند à un message instantané ريبوند à tout par message instantané appel et ainsi de suite. إذا ضغطت على ريبوند لاحظوا معي وي اذا هنا من اجل يعني اظهار الصور هنا يعطيني لادريس ويعطيني هنا لوبجي كذلك يعطيني هنا بعض المعلومات فروم سنت تاريخ الارسال تو يعني لمن تم ارساله سبجكت وكذلك محتوى الرسالة حتى يسهل علي الإجابة على هذا الرسالة. إذا أردت الإجابة عليه يمكن هنا الضغط على الإجابة par exemple bienvenue dans mon profil أو الضغط على isolé من أجل إضافة بعض الخصائص الأخرى كمثلا إضافة جدول أو إضافة مبيان انسرسيون إذن إضافة صورة أو فورم من هذه الأشكال for example أو إضافة مبيان أو إضافة أي شيء كأنني أشتغل في مايكروسوفت وورد أو إكسل.
إذا كما نشاهد المبيان يجب إدخال المعطيات بالتأكيد لجعل المبيان دو معنى. ممتاز، بعد الانتهاء أضغط على Envoyer فيتم إرسال هذا البريد لهذا الأدرس. كذلك بالنسبة لإرسال البريد الإلكتروني يمكن الضغط على Nouveau Courrier والضغط على الشخص الذي سيتلقى هذا البريد. إذن إذا أردت إرسال البريد الإلكتروني في وقت لاحق، يعني تحديد وقت مستقبلي لإرسال هذا البريد، مثلا سأرسل البريد الإلكتروني إلى هذا الإيميل وفي كوم أوبجي دوموند دانفورماسيون وأرسل هنا في الكونتوني انسيرسيون أوبجي مثلا موديل 3D. إذن سأرسل مثلا هذا القلب انسيري إذن بالنسبة لإرسال لزيماي يجب أن لا يتعدى لاتاي خاصة بالزيماي 25 ميجا أوكتي حتى يتم إرسالها بطريقة سهلة وبسيطة. إذن كما نشاهد هنا سينياتور، سنتطرق إلى هذا السينياتور بعد قليل. إذن لاحظوا معي تمت إضافة هذا القلب كما نشاهد. هذا القلب وحيث أنه ثلاثي الأبعاد يمكن ضغط هنا في الأسفل أو في الوسط من أجل وضع الإيميل أو صورة هذا القلب بالطريقة التي أريد. بعد ذلك أذهب إلى Option ثم أختار Déférer la livraison. بعد ذلك أحدد الوقت، مثلا سأرسله يوم الاثنين على الساعة 8:30 صباحا. إذن أضغط على 8:30 صباح. ثم يمكنني إضافة بعض الأوبشن ك demande un accusé de réception pour ce message ou demande une confirmation de lecture pour ce message. يعني إذا توصل يعني الشخص بالبريد الإلكتروني سيتم إرسال بريد لي، وإذا تمت قراءة هذا البريد سيتم إرسال بريد آخر لي. إذن أضغط على فيرمي ثم أضغط على أنفوي. سنشاهد هنا في بواط دونفوا هذا البريد الذي أرسلته هنا، وسيتم إرساله في الوقت الذي إذن دوموند انفورماسيون الوقت الذي حددته. إذن هذا بالنسبة لإرسال الإيميل، وكذلك بالنسبة لإرسال أو الجواب على إيميل. النقطة الثانية وهي خاصة بالكالندري. إذن أضغط على كالندري هنا ثم سنرى كيفية يعني كرياسيون دي ريونيو. إذن لاحظوا معي، إذا أردت مثلا أذهب إلى بالنسبة لهذا الكالندري يظهر لي هنا لو موا كورون لو موا بروشان. إذن أضغط على الوقت الذي أريد مثلا هنا وأضغط على نوفيل ريونيو. إذن سأبرمج لريونيو حول مثلا فورماسيون à distance وسأرسلها إلى جروب اسمه BCMOS. وإذن هذا obligatoire معناه أن هذا BCMOS سيتم حضورهم obligatoire. كذلك هنا سيتم حضور بعض الأشخاص فاكولتاتيف. أحدد الوقت هنا مثلا 11
إلى الواحدة مدة ساعتين. كما يمكنني تحديد اليوم، إذا مثلا سال أو بيان سور فورماسيون أ ديستونس، إذا عن بعد. بالنسبة للرابيل هنا، لاحظوا معي سيتم إخبار يعني المشاركين في هذا الريونيو بمثلا 30 دقيقة قبل انطلاق. إذن رابيل. يمكن كذلك الضغط على بريفي لجعل هذا الريونيو بريفي، أو لا امبورتونس اوت أو لا امبورتونس فابل. ممتاز. بالنسبة للمحتوى هذا الريونيو، يمكن كتابة مثلا محتوى هذا الريونيو، أو يمكن الضغط على ديكتي وسيتم كتابة بطريقة أوتوماتيكية محتوى الرسالة. مثلا سأكتب أنا مثلا فورماسيون أوتلوك 2016، ثم أضغط على أنفويي. إذا لاحظوا معي سيتم إرسال هذه الرسالة إلى كافة المشاركين في هذا الريونيو. نفترض أنه تم تغيير هذا بعض الخصائص الخاصة بهذا الريونيو. إذا أضغط على هذا الريونيو، لاحظوا معي دوبل كليك، سيتم فتح هذا الريونيو، وسأحدد مثلا الوقت، وقت الإخبار بساعة قبل انطلاق هذا الريونيو. كذلك سيتم تغيير تاريخ الريونيو من 8 إلى 16 مثلا، من الساعة 9 إلى الساعة 11. ممتاز. وأضغط على Envoyer la mise à jour، إذا سيتم إرسال إخبار جديد بهذه التغيرات الخاصة بهذا الريونيو. بالنسبة للنقطة الثانية وهو إضافة لكونتاكت، إذا أذهب إلى كونتاكت، لاحظوا معي هنا لاليست دي كونتاكت. بالنسبة لكونتاكت يمكن إضافة شخص واحد نوفو كونتاكت، كما يمكن إضافة جروب. إذا بالنسبة لإضافة كونتاكت أذهب إلى نوفو كونتاكت، ثم أختار الاسم مثلا سعيد الراشدي، كوري الخاصة بي. إذن هنا يمكن إدخال كافة المعلومات، مثلا لا سوسيتي شورا، لا بوست، باغ اكزومبل الكوري الكترونيك سعيد راشدي روباس gmail.com. يمكن كذلك إضافة الرقم الهاتف الخاص بهذا الشخص، إذن بيرو تليفون بيرو يانسي دو سويت، إذن مثلا 05. كما يمكن إضافة يعني الموقع الإلكتروني الخاص به، سيت ويب، فور اكزامبل سعيد راشدي وإما. إذن وهكذا. بعد الانتهاء أضغط على انروجستري اي فيرمي. إذن كما نشاهد تمت إضافة هذا الشخص، إذن هو سعيد الراشدي، بكافة المعلومات الخاصة به، الموقع الإلكتروني، الإيميل، ورقم الهاتف الخاص به. يمكن كذلك الضغط على موديفي، كما يمكن الضغط على ديماري ان ابل اوديو، ديماري لا كونفرساسيون، انفوي ان كوري، يعني مباشرة بالنسبة لهذا الشخص. يمكن كذلك الضغط على نوفو جروب، اذا نوفو جروب، وتحديد الاسم الخاص بهذا الجروب، مثلا فورماتور، وأضغط على أجوتي ممبر، إذن أبارتيغ دي كونتاكت أوتلوك، وأحدد بعض الأشخاص، مثلا هذا الشخص، والشخص الثاني، والشخص الثالث، أحدد بعض الأشخاص. أوكي. إذن هاد الجروب الخاص بفورماتور يحتوي على هاد لي زيمايل. اذا بعد الانتهاء اضغط على انروجستري.
لاحظوا معي ستظهر هنا فورماتور اذا فورماتور و ممبر ساجد هاد الاشخاص اذا يمكن كذلك الضغط على نوفو او لا سوبريمي اذا اردت مسح بعض الكونتاكت مثلا اضغط هنا او مثلا فورماتور ثم اضغط على سوبريمي فيتم يعني مسح هاد الكوب ممتاز اذا النقطة الأخيرة وهي تاش اذا عند الضغط على تاش يظهر لي كافة لي تاش او كل تاش اون كور اذا اردت مثلا تحديد تاش محددة اضغط على نوفيل تاش ثم اسميها مثلا فورماسيون وورد 2016 هاد لاطاج يعني وقت البداية وهو السابع من شهر 6 2022 وتنتهي في التاسع اذا ليطا نون كومونسي اذا اونكور بريوريتي نورمال مثلا او لا اوت رابيل اذا اريده ان يعني يرسل لي واحد الغابيل اذا في لو 6 على الساعه مثلا 9:30 اذا هذا الغابيل بهذا الصوت ثم اضغط على انرجستري اي فيرمي لاحظوا معي هنا تظهر هاد لاطاج اذا هاد لاطاج اذا يمكن الضغط يعني بعد الضغط على هاد الطاج يمكن ارسالها الى مثلا اشخاص بالضغط على ترانسفيري يمكن الضغط على ماركي كوم تيرميني اذا كوم تيرميني لن تظهر هنا بعد ذلك ممتاز نقطة أخرى بالنسبة لمايكروسوفت أوتلوك يجب دائما النظر في هذه الزاوية من أجل يعني رؤية هنا كونكتي إذا حتى يتم إرسال وتلقي البريد الإلكتروني كذلك بالنسبة للجيميل أونفوا إي ريسبسيون يجب الضغط على أونفوي إي ريسيفوار تو لي دوسي من أجل يعني إرسال أو تلقي كافة البريد الإلكتروني إذا لا سينكرونيزاسيون إذا كما نشاهد يتم إرسال أو تلقي البريد الإلكتروني إذا أضغط على أنوليتو نقطة أخرى وهي خاصة بلي ريغل لاحظوا معي في بعض الحالات نحتاج إلى تطبيق بعض لي ريغل مثلا أي ميساج جاءني من علي إكسبريس أريده أن أو تتم طباعته مباشرة إذا أضغط هنا على ريغل ثم أضغط على كريي من ريغل بعد ذلك أضغط على يعني دو علي إكسبريس باغ إكزومبل ثم أضغط على أوبسيون أفونسي وأختار هنا بعض الأشياء مثلا ماركي كوم امبورطون أو مثلا لورسكو مون نو إي دون لا زون أ أو سي سي يعني يجب أن يكون الاسم الخاص بي في أ أو سي سي ولن يعني ليس في سي سي إي أضغط على سويفو بعد ذلك أضغط يعني أي ميساج جاءني من علي إكسبريس واش يتم مسحه إذا لو سوبريمي لو سوبريمي ديفينيتيفمون إذا هنا مجموعة من الأشياء أنا أختار مثلا لامبريمي إذا أي ميساج أو أي إيميل جاءني من علي إكسبريس سيتم طباعته أضغط على سويفو يمكن كذلك إضافة بعض القواعد أو لي ريغل وعند انتهاء أضغط على سويفو ثم أعطيه اسم خاص بهذا يعني الريغل سأسميه امبريمي
ثم أضغط على ترميني. إذن الآن أي إيميل جاءني من AliExpress سيتم طباعته. لاحظوا معي هنا في ريغل، أضغط على جيري وتظهر هنا هذه الريغل خاصة بإمبريمي. يمكن إضافة العديد من يعني القواعد أو الريغل الخاصة بهذا الأوتلوك مما يسهل علينا عملية التراسل الإداري. إذن أوكي. كذلك نقطة أخرى وهي خاصة ب يعني إرسال بريد ببعض يعني بيس جوان كما نقول. إذن أضغط هنا على نوفو، لاحظوا معي، ثم تظهر لي هنا مجموعة من الأشياء. أضغط على جواند هنا في الأعلى وأختار مثلا باركوري. إذن هنا يعطيني كافة الأشياء التي استعملتها مؤخرا. يمكنه كذلك الضغط على، لاحظوا معي، النيليمو، إذن الوان درايف أو يعني تخزين سحابي. يمكن كذلك الضغط على باركورير فسي، ثم اختيار مثلا الشيء الذي أريد إرساله. فور إكزامبل سأرسل هذه الأيقونة. إذن كومبيس جوان أ ليميل مثلا هذا البريد الإلكتروني، وسأعطيه كوم أوبجي هنا votre photo، ثم أضغط على envoyer. نقطة أخرى وهي تحديد signature خاصة ب. إذن signature أضغط هنا على نوفو، لاحظوا معي هنا تظهر لي signature. إذن une signature، أحدد هنا مجموعة من سيناتور، سيناتور خاصة بالبي سي مو، سيناتور خاصة بالليسي، سيناتور خاصة بالوف بي بي تي. إذن عند الضغط على سيناتور يعطيني مجال لتسمية إذن نوفو سيناتور. أحدد مثلا هذا السيناتور دو مثلا ديريكسيون. أوكي. بالنسبة لهذا السيناتور أحدد مثلا مسيو لو ديريكتور، الرقم أو نيميرو التليفون 0536 الخاصة به، ثم أحدد الإيميل الخاص به مثلا سعيد.rashdi@gmail.ma، وأحدد مثلا حتى معلومات أخرى إذا أردتها. بالنسبة لهذه المعلومات يمكن الضغط عليها، إذا الضغط على غراس ولينيه، الضغط على تكبير الخاص بهذا لا سيناتور أو تصغيره على حسب ما أريد. كذلك يمكن تغيير اللون مثلا الاسم باللون مثلا هذا اللون، ورقم الهاتف باللون الأحمر روج كما نشاهد. يمكن كذلك تغيير حتى طريقة الكتابة. إذن من هنا نجد هنا تقريبا كافة الكتابة كما نشاهد، ثم الضغط على OK. لاحظوا معي الآن إذا أردت تغيير هذا، إذا أردت تغيير هذا السينياتور أذهب إلى ديريكسيون، لاحظوا معي تم تغييرها بهذه الطريقة. إذا أردت تغييرها إلى بيرسونيل، لاحظوا معي تم تغيير هذا السيناتور. ممتاز.